محاولة طويلة للأمام خطيرة باتجاه الجول. ماركيزيو هدف اليوفي. يسجل مع الدقيقة 13 غفلة من المدافعين. أعطيني النقطة، أعطيني الكرة الثابتة. مين نفذها بهذه الطريقة؟ يا لها من لمسة رائعة، يا له من تحرك يا إيغوين، ويا له من توقع رائع من جانب كلاود. يشوفها في غفلة، الله على اللمسة. داني ألفيش لم يكن بميتا متسلل، وماركيزيو بعد ذلك يسجل ليوفنتوس هدف أول. وابتدى المشوار. حذاري يا باليرمو اليوم من الانهيار. يوفنتوس يسجل مبكرا، ينطلق سريعا، يحقق الهدف المطلوب منه طبعا في هذه المباراة لكي يكون الفرصة الخطيرة ليوفي. محاولة بالقرب من مرمى حارسي باليرمو، جوزيه بوزافيتش الكرواتي. دانيال ألفيش، يبدو ديبالا بالقدم اليسرى، خطيرة ليوفنتوس. ديبالا يلعبها، جميلة من جوهرة يوفنتوس. شوفها في زاوية صعبة، قاتلة، قوية، ذكية انحرفت واختارت الطريق. حبت ديبالا وحبت يوفنتوس وحبت مرمى باليرمو، والكرة في الشباك. قل مجهود هذه الكرة لديبالا بين الإيغوين. الله يا يوفي يا حريف. يا ديبالا يا معلم، يا ديبالا، اي لمسة، اي اسيست، اي روعة من ديبالا في هذه الكرة الذكية. وإيغوين فوق كل الهدافين، إيغوين البيبيتا يسجل هدف ثالث ليوفي. شوفها من ديبالا، الله على هذه الكرة، الله على هذه اللمسة الرائعة من جانب ديبالا. واجمل نهاية، واجمل غمزة، واجمل كرة، واجمل قدم تهديفية في إيطاليا حاليا. إيغوين، من يجرؤ على قول غير ذلك؟ بوفون يحتفل بهدف ثالث بثلاث نقاط باقتراب أكثر. نتائج روما ونابولي غدا. هذه كرة خطيرة لمصلحة إيغوين. الدفاع تدخل بكعب جميلة لديبالا. الله، إيش هذا يا يوفي؟ الثنائي الأرجنتيني الجميل، الله على إيغوين وكعبه ومهارته. وعودة ديبالا من بعيد ليضع الكرة في الشباك بشكل بدا لنا سهلا، ولكنه في منتهى الذكاء وفي منتهى الروعة من ديبالا. يخطئون أمام الرجل الخطأ، يخطئون أمام الفريق الخطأ، يقبلون الهدف الرابع. ويوفي كعب جميل من إيغوين. نهاية رائعة، نهاية رائعة من جانب ديبالا الذي يسجل هدفا جميلا في مرمى باليرمو. 4-0 ذهب، أو في مثل ما كان عليه الوضع في لقاء الفريقين في الموسم الماضي. هدفين لديبالا اليوم وأسيست. يلمع، يبدع، يقدس. وفي مخيلتك انه صعب جدا أن تخرج بشيء. هذه كرة في شباك، هدف لباليرمو، هدف لباليرمو. لن تخرج بشيء لربما بهذا الهدف، ولكن بهزيمة ثقيلة 4-1. باليرمو يصل متأخرا جدا جدا بعد أن فات الميعاد. شوفها مرة أخرى، ضربة راسية غفلة من المدافعين. نسى يوفي هذه الدقائق الأخيرة. سرح لاعب يوفنتوس، كانت تغطية سيئة في اللقطة الماضية. أيضا بوفون كان من المرات القليلة الكرة تدخل شباكها دون أن يكون لديه ردة فعل.